السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معانا استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد العقرب، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله الفيديو بتجيب مشاهدة، اخواتنا في الله الف الف وحادة بنلاقوا على الفيديو 70 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امرا الموجودين معانا والمستمعين معانا يدعموا الفيديو باللايك اخواتنا في الله، ونشوف الصوره لمواليد برج العقرب، صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصوره الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الكاشف. شايف عندك الامور هتبدا، يعني الامور هتبدا معاك تتحسن تجريديا، في عندك هتبدا هتوصل لمكانه عاليه، هتشعر بالسعادة فيه، هتشعر بالأمان، هتشعر بالراحة. عندك تغيرات قد مليك تدق بابك، عندك بدايات يعني عاطفية، يعني عندك أمور جديدة، أو تتخلص من علاقة كانت تعباك، علاقة كسرت قلبك، علاقة جرحتك، هتتخلص منها، أو في ناس منكم تخلصت. عندكم هنا خروج يعني ناس من حياتك، الناس دي هتخرجها من حياتك. وعندك برضه هنا لديك يعني اخبار، يعني اخبار جميله جميله تتعلق بعمل جديد، عندك في اخبار تيالك، في مكالمه او رساله او حد يخبرك، يعني حدا تعلم شانك في العمل. عندك هنا يعني حاجه هتمر به، الحاجه دي لو نجحت فيها الاختبار او امتحان او حاجه تختبرها فيها اختبار، ان مريت بها ونجحت بها هتعلم من شانك. فشايف منكم البعض هنا بيعاني من خنقة، بتعاني من خنقة أو من ضيق، بتعاني من خنقة أو من ضيق أو حزن. البعض منكم برضو قلبه موجوع، أرى منكم يعني اتخزل من أشخاص مقربين أو كسروا قلبك أو جرحوك، لأن أرى منكم البعض مخزول أو مجروح أو حزين، عندك خنقة متضايق، مش عارف تفكر، مش عارف ترتاح، مش عارف، يعني عندك كمية ضغط عليك، حد كسر قلبك، حد جرحك، لان ارى قلبك مكسور. اراكم برضو يعني منكم محتاجين شخص تتكلم معاه، محتاجين شخص تحسوا معاه بالامان، تفضفضوا معاه او يطبطب عليكم، يعني اللي ارى دواكم حاجات كثيره، دواكم حاجات كثيره نفسكم تتكلموا فيه، بس مش لاقيين الشخص الصح، مش لاقيين اللي ترموا حمولكم عليه، بس ديالكم فرحه، هتنسيكم الوضع ده اللي انتم فيه، يعني الفرحه دي اللي جايه لكم هتنسيكم الوضع اللي حصل يعني معاكم، لان انتوا ورا منكم عشتم ايام او عشتم في الماضي ايام صعبه او حاجات صعبه عشتوها، ولغايه دلوقتي يعني حاليا برضه بتعانوا، ولغايه دلوقتي يعني بتعانوا من الايام الصعبه او من الضيق او من التعب او من هكذا. بس عندكم هنا برضه يعني البعض منكم عنده مشاكل، عنده مشاكل، وأعرف منكم برضو سمع كلام أو حصل كلام أو حصل مواجهة أو حصل كلام أو سمع كلام ضايقه، يا بس ناويين على التغيرات. عندكم يعني أرى منكم نوع التغيرات للأحسن، ناوي تغير، ناوي تغير من طبعك، ناوي توصل لدرجة عالية. والبعض عندكم برضو موضوع يعني عنده وجع أو حزن بسبب العاطفة، حصل انفصال ما بينكم، حصل انفصال أو حصل مشاكل، اللي أرى عندك يعني موجوع بسبب العاطفة، ربنا يحقق ليكم أمنية، والأيام اللي جاية يعني هتكون في باب هيتفتح قدامك، هتقف على أرض صلبة، هتوصل لهدفك فيها فرحة، يعني هتنسيك الماضي أو الكركبة اللي معاك أو التعب أو الضيق، حاجة هتفرحك. يعني هنا أنتم بس يعني التعب اللي فيكم ده حاولوا تخلصوا منه، الطاقة السلبية حاولوا تخلصوا منه. يعني عندك هنا في منكم برضو أرى منكم في خطوبة في أرض بيتك، في فرحة ديالك في أرض بيتك، خطوبة أو زواج أو ردوع، في حاجة في قلب بيتك هتكون فرحان فيه. منكم برضو عنده زواج منكم، والبعض الآخر في قصة حب أو في كلام أو في حب أو في خطوبة، في خطوبة أو ارتباط أو حب أو زواج حصل أو هيحصل يعني في أرض بيتك. عندكم هنا شخص يعني هو ده الشخص ده سبب معاناتك او غدر بيك، يعني ممكن نقول اعطيته الامان او الثقه لكن غدر بيك، سبك في طريق وحدك، يعني بتمر بيه،
يعني مريت بالطريق دي وحدك بعد مسابك، ولكن انت منتصر، منتصر، وهتخرج من معاناتك، هتخرج من كل شيء تعبك، هتخرج من كل حاجة عندك تعب ومرض، عندك شخص، عندك قريبك او شخص من اهلك تعبان، عنده مرض، عيان، ان شاء الله ربنا يشفيه باذن الله تعالى. عندك برضه هنا في منافقين حواليك، منافقين حواليك بيتمنوا لك خراب بيتك، بيتمنوا لك الاذى. احتفظ لاسرارك، بلاش كثرة الكلام، تكلمنا كثير وقلنا بلاش كل اللي يكون على لسانكم، كل اللي يكون في قلبكم يكون على لسانكم، بلاش كثرة الكلام، لان في منافقين حواليك كثير بيتمنوا لك خراب بيتك، بيتمنوا لك الاذى، بيتمنوا لك تكون مكسور. عندك هديه، في حد جايب لك هديه، هديه قيمه كويسه، قدامك 3 نقاط، نقط 3 نقط، والهديه ديالك 3 نقط، وفي هديه قيمه، هديه كويسه ديالك. لما انت بتدي حد هديه، انا شايف في هديه ماسكينها انتوا اتنين، انت وشخص، لما انت بتدي له هديه، لما هو بيدي لك هديه، هديه قيمه وهديه كويسه. عندك انا في شخص، يعني ارى في شخص مشاعره اتجاهك في مشاعر جديده، مشاعر حب، يعني مشاعره عشق، بيحبك، عايز يوصل لك، عايز يتقدم لك، او عايز يوصل لك، او عايز يعني يتواصل معاك، بس مش عارف هو في، يعني عايز يوصل لك باي طريقه بس مش عارف. عندكم هنا برضو ارى منكم في منفصلين، حصل انفصال، حصل مشاكل، اكتر حدا المشاكل حصلت، حصل انفصال في طاق السحر، طاق السحر حصل انفصال بسببها، بسببها، بسبب الاقارب سحروكم، عملوا لكم سحر بالانفصال، سحر بالتعطيل، سحر بالمشاكل، سحر بالتعب، حتى مش حاسين بالراحة، مش حاسين بالسعادة، دايما تعبانين، دايما بتعانوا من كمية الأمراض، دايما بتعانوا من المشاكل، دايما تعانوا من النفور، دايما تعانوا من التعطيل، حاجات كثيرة تعباكم من سبب السحر. شايفين برضو المنفصلين في فرحة تاني، ممكن لإما الرجوع لإما زوال، لأن أرى الفرحة دي في قلب بيتك، فرحان، مبسوط، سعيد، لإما رجوع لإما زوال مرة أخرى بإذن الله تعالى. بس في حد هنا ظلمك، حد كسر قلبك، أرى حيران، عمال يفكر، محتار، تعبان، مش عارف يعمل إيه، عنده كمية ضغط، عنده كمية حيرة، هو ده ظلمك، كسر قلبك او جرحك او اخذ مالك او ميراثك او اخذ اطفالك او هكذا، بس يعني محتار، يعني مخنوق، متضايق، تعبان، واصل الهدف الياس. عندك هنا لديك بشرة، البشرة دي ديالك، لديك بشرة وفرحة، البشرة دي يعني في خلال ايام قليلة، في خلال ايام قليلة البشرة دي ديالك. عندك شخص انا بيحبك، والشخص ده عمال يراقبك من بعيد، عمال يراقبك وعايز يوصل لك، وبحبك مش بيأذيك، الشخص ده عايز يوصل لك، يعني الشخص ده، بس في حد هنا ندمان على فراقك، حد حصل ما بينك وما بينه مشاكل او عتاب او هكذا، حصل ما بينكم انفصال او مشاكل او عتاب، هو ندمان على فراقك، عايز يوصل لك مش قادر، خايف تجرحه، خايف هو انت تكسفه او تخذله او تبعده عنك او هكذا، لانه هو زعلان او ندمان على الفراق وعايز يوصل لك مش عارف، عايز يعتذر لك مش عارف، خايف انت تصده. بس العيون يعني مش سايباكم في حالكم، العيون مش سايباكم في حالكم، واقرب لليكم مش سايبكم في حالكم، بحاول يدمروكم، بحاول يأذوكم بأي طرق وبأبشع طرق، بحاولوا يعني يتعبوكم بأي طريقة، يأذوكم، يسحروكم بأي طريقة. بس عندك هنا في يد هتتقدم لك، يد، شايف يد بتساعدك، يد بتخرجك من أزمة، يد بتخرجك من حفرة، يد بتساعدك في طريق عملك أو في طريق شأنك يعلى، راح يعلى شأنك بإذن الله تعالى. عندك قلق، يعني عندك قلق، أراك قلقان من حد من أفراد أسرتك، عندك قلق عليه، هو مريض أو تعبان، عندك قلق، شافك قلقان عليه وعمال تدعي ربنا يشفيه او ربنا يخرجه من الازمه اللي هو فيها، لا اما مسدون لا اما مريض، سينتهي هذا القلق قريبا من غير ردع بعون الله تعالى، سينتهي الحزن اللي في قلبك او الزعل اللي عليه، المهم سينتهي القلق قريبا باذن الله تعالى. عندك تيسير امور يعني في القضاء،
في اوراق قضائيه او في المحاكم كما نقول، بتخلص اوراق او بتخلص اشي في المحاكم، في توفيق لك في هكذا باذن الله تعالى. عندك ان اللهم صل على النبي، بتحاول تشتري منزل او بتحاول تنقل لمنزل جديد، ارى ممكن برضو بيشتري منزل، بس خلي بالك وكن حريص ما تدفعش فلوسك في المنزل او هكذا غير لما تخلص اوراقك او تخلص شيتك او تخلص المنزل يكون عاتبك، او بتخلص مالك او تدهز مالك. بلاش يعني تسرع، بلاش التسرعات، بلاش التسرعات في الحاجات دي. عندك بشرة كمان، عندك بشرة من مكالمة او من رسالة، في حدا مكالمة او رسالة ديالك يعني هتفرحك، هتكون مبسوط منها، أراك فرحان أو مبسوط من الرسالة دي أو المكالمة دي من حد عزيز عليك، كان قاطع ما بينك وما بين التواصل أو كان في عراقيل ما بينك وما بينه، لأنه أرى في عتاب ما بينكم، في عتاب أو زعل، راح تكتشف يعني هتعرف، هتعرف اللي أذاك. أنت محتار عمال تفكر مين اللي أذاني، مين اللي تعبني، مين اللي عرقل مسار حياتي، مين اللي سحرني. هتكتشف الأمور دي وهتعرفها في الوقت المناسب، هتعرفها في الوقت المناسب. هي ست عاملة زي الأفقى، يعني قريبة منك، قصيرة مش طويلة، قمحوية وكبيرة في السن، يعني كبيرة في السن، بس يعني ما عيب عليها يعني ست كبيرة زي كده هتسحرك. ما علينا، يا كبيرة يعني في السن، قصيرة قمحوية، قريبة منك، ممكن أقول قريبة من أهل الشريك، قريبة منك الله أعلم، بس انت خد حذرك واخلص من طاقة السحر اللي حولك، وانت كده كده راح تكتشف الأمور دي وراح تعرفها في الوقت المناسب، هتعرفها، لأن أرى هنا هتخرج من بيتك، خروج من بيتك معاه الشر، يعني هتخرج الشر ده من بيتك، معاه الشر والحسد والسحر، راح ينخرج من بيتك، لأن أراها ينقلب بإذن الله تعالى على من سوى ليك هاي السحر. أو هتعرف لما هنقلب السحر راح يمرض أو يتعب الشخص الآخر، فراح تعرف هنا في الوقت ده إنه هو اللي سحر. عندك برضو العتبة دي اللي هتغيرها، هتخرج من بيتك كل السحر أو الحسد أو العين أو الأشياء دي، في مبلغ كويس داي لك، مكافأة أو ورث أو داي أو حوالي، يعني هو هيفك كرب معاك، المبلغ ده كويس وهيفك كرب معاك يعني وهيسأل. هنا في حد يعني محتار وقلقان عليك، هو أراه محتار قلقان عليك، عايز يوصل لك، أو محتار أو قلقان عليك، عمال يدعي لك الحد يعني. أرى هنا برضو بس في مكالمة من شخص قطع التواصل معاك أو قطع الاتصال ما بينك وما بينه، في مكالمة هتدي لك المكالمة دي، يعني ثلاث نقط، أنا شايف ثلاث نقط قدامي، المكالمة دي راح تدي لك المكالمة دي، في وظيفة ديالك أو سفر من وراء المكالمة دي، يعني هو قطع الاتصال ما بينك أو بس هتدي لك المكالمة، فيها سفر لإما وظيفة، لإما شغل، لإما لإما سفر. في شراء بيت او تغير لمحل اقامه، بس خلي بالك عندك قرار، القرار ده مهم، ما تستهترش باي حاجه، خد قراراتك صح، خد قراراتك، حكم نفسك، ولو مش عارف تاخذ قرار استشير او استشير حد اكبر منك او حد يكون صديق لي، استشيره في القرار، لان قدامك قرار، القرار ده مهم، وعندك مفاجاه، يعني المفاجاه دي ليست كانت في حسبانك، بس ضربة الحظ هتكون معاك، وضربة الحظ وضربة المال. عندك هنا لقاء بشريك، شريك عاطفي، الشريك ده برد ناري، او يعني ارى برد ناري، ارى في بداية حب بينكم، وارى في البعض عندك في سفر، سفر قدامك، في طريق سفر، ابشر ابشر، عندك الفرح والنجاح، عندك نجاح، حد من اهلك او اطفالك او اختك او اخوك عنده نداح، راح يندح باذن الله تعالى. عندك اخبار سعيده، في اتصال، في مكالمه هتفرحك، المكالمه دي انت منتظرها ديالك، هتفرحك، هتكون فرحان، هتكون مبسوط، راك سعيد من بعد المكالمه دي او الرساله. بس هنا في حد عايز يردع لك، صديق، حبيب، حد عايز يردع لك، عزيز عليك، يعني كان هو حبيبك قوي، بس حبيبك يعني ممكن يكون عايز يردع لك ويصالحك، على ان هو عايز يدع لك ويصالحك،
ممكن حصل ما بينكم خلاف او حصل مشاكل او حصل حاجه يعني ما بينكم، حبيب او صديق او قريب ليك جدا عايز يصالحك، ماشي. هنا البعض منكم هنا ارى برضو يعني هنا بتطلب بميراثك او فلوسك او فلوسك او مستحقاتك، في بتطلب محاله قديمه لانك ارى في المحاكم ارى عندك انتصار في المحكمه، يعني اراك وحققت اللي انت عايزه، هو يعني ممكن نقول ميراث او فلوس او حاجه بتخلصها ديالك من ورا المحاكم او الميراث او حاجه زي دي بتخلصها وديالك. عندك هنا برضو نجاح مهني، نجاح مهني. في عندك شريك، شريك دي كان مش كويس او حد مش كويس كان عندك، هتخرج من هاي العلاقة دي لان العلاقة دي سامة، العلاقة دي تعبتك، العلاقة دي اذتك كتير، العلاقة دي دمرتك، كسرت قلبك، انت راح تخرج من هاي العلاقة دي، انت حابب تخرج منها لانك تعبت، لانك عملت حاجات كتير ومتشكرتش، في الاخر ده عليك وحطوا عليك واذوك وكسروا قلبك ودرحوك، لا في علاقة راح تخرج منها. أرى برضو هنا منكم برضو عند ارتباط أو عرض ارتباط أو زواج، يعني من شخص بعيد عنك شوية، الشخص ده ما بينك وبينه مسافة كبيرة، ممكن يكون مش من دولتك، ممكن يكون مش من الدولة اللي انت منها، بس في زواج، الزواج انت هتكون مبسوط منه لانك رك فرحان سعيد، ان شاء الله يكون زواج الهنا والراحة من بعد التعب اللي حصل في حياتكم. في ناس هنا هتدخل في حياتك، في حد ربنا بعته ليك يعني هيساعدك، هيأثر عليك بالخير، وهتكون يعني او هو هيكون بسبب معاك في نقلة عالية، مكان عالي لشغلك، طبعا للشغل، ممكن تكون طريق السفر، حد هياخدك تسافر معاه هيكون فيها ربح كويس، لان هذا الشخص ده هيساعدك او هيدعمك في المال. بس انا ارى للبعض هنا راك يعني هنا في ارى في عندك بينك وما بين الشريك بعد جسدي او روحي او روحي، يعني رغم انكم يعني موجودين في مكان واحد، في مسكن واحد او في بيت واحد، في مكان واحد يجمعكم، يعني ارى هنا يعني في مشاكل او نفور ما بينكم او مش حابين العلاقه، يعني ارى العلاقه الزوجيه هذا بسبب سحر، بسبب سحر سحر سحر، حصن نفسك جيد، حصن نفسك جيد، السحر من واحدة قريبة، واحدة قريبة في العمر 41 43 45 47 في هذا العمر، الست هاي الست هي اللي عملت لك السحر، هي اللي عملت عراقيل كثيرة في حياتك. بس هنا في للعزاب هنا أراكم يعني في رجوع علاقة أو ارتباط، في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، على فكرة من الأقارب، وللبعض هنا منكم بتكفل في ماضي، بتكفل في ماضي كما كنا، في حد كسر قلبك، في حد جرحك، بتكفل العلاقة دي ما بينكم، أراك بتكفلها. بس أنا شايف عندك يعني هنا فرحة في جانب بيتك بإذن الله تعالى، يعني ممكن تقول الخطوبة أو الارتباط أو الرجوع في جانب بيتك، لأن أراك فرحان في قلب بيتك، هي فرحة في قلب بيتك. بس شايفك قلقان على شخص مريض من عيلتك، الشخص اللي مش عارف والدك أو والد حد يعني عزيز على قلبك، لأن أنت قلقان وزعلان عليه ومخنوق من حد قريبك، حد قريبك، بس المقربين مأثرين على حياتك كلها، حتى في رزقك، حتى في رزقك معطلينه لك. حصل برضه النفور اللي ما بينك وبين الشريك، ومنكم برضه الان بيفكر في الانفصال، ما طايقش اي حد، عندك خنقه، عندك ضيقه، عندك اكتئاب، مش طايق، مش عارف تفكر. بعض الطاقات منكم برضه عنده وسواس قهري تابعه مأثر عليكم جدا، ما مستمتعش بالحياه، ودايما عندك الافكار السيئه هي اللي مسيطره عليك، هي اللي مسيطره عليك. بس هنا خلي بالك من المراه دي، الست دي، الست دي تريد اذاكم باي طريقه، شكلها مثل الثعبان، انا على طول بقول عليها مثل الثعبان، على طول لما اشوف ست زي كده ازياك، حتى لو اختك ازياك اقول عليها ثعبان على طول، مثل الثعبان الست دي، عايزه تلف حواليك كده تاخد مالك، تسحبك عندي، تاخدك تبقى كسراك تحتيه، تسحب كل حدا منك،
لكن مين مش بتحبك؟ بس انت مصدوم، راك مصدوم يعني من شخصية او شخص. الشخص ده بيتكلم عليك، ده بسيرتك بيتكلم عليك كتير، بس انت لما تعرف يعني مش هتبقى متوقع ان الشخص ده هو اللي بيتكلم عليك. ناس قالت لك بس انت مش مصدق، لانك انت عطيله كل السكة، واثق فيه، بتحبه، بتحبه جوه، واثق فيه، مش مقتنع بالكلام. لكن لما هتشوفه وهتشوف بعينيك او هتسمع، هتكون يعني مش مصدق وهتكون مصدوم، هتصدق. بس في صلح هنا ما بينك وما بين حد عزيز على قلبك، في صلح ما بينك وما بين الشريك او حد عزيز على قلبك، وفي رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين. وبلاش تفكير في الانفصال، بلاش تفكير في الانفصال، لان رقم منكم بيفكر في الانفصال حاليا. يعني اخلص من السحر الاول اللي عندك، اخلص من السحر، انه ممكن هو السحر اللي عاملكم شويه العراكيل ده او التعبات، هو السحر اللي ممكن يكون ما خلكوش طايقين بعض، هو السحر ممكن، اخلص من السحر. عندك برضو هنا حدث في المحاكم، راح تخلصها، هتخلصها باذن الله تعالى. في حد ظلمك، في حد خس حقك، عندك فلوس عند حد مش عايز يديها لك، حد يعني خد تعبك، خد شجاك، امانته، اعطته الامان، اعطته الثقه، فتحت له قلبك، بس خذلك وكسر قلبك وخد مالك، خد مالك او خد اغلى حد عندك. انت عشان انت مكسور زعلان يعني بتقول ليه عمل كده، بتقول لي اذاني، مع ان انا حبيته واعطيته كل حاجه وفتحت له قلبي، ليه اذاني؟ هو كده مش كويس. فبلاش تدي الثقه لكل الناس، صوابعك مش زي بعض، صوابعك مش زي بعض، فخلي بالك. بس اطمئن، ربنا معاك، ربنا معاك وهيضل معاك وهتعدي وهيحميك مهما كانت الصعوبه. ربنا هيطلع لك الخير من وسط الأزمات، حتى لو أنت مش شايف الخير ده، حتى لو أنت مش شايفه، صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة، الحلو طلع لك فجأة، والطريق هتفتح قدامك زي الأول. هي وقفت معاك لكن هتفتح معاك، اوعى تقلق، ما تقلقش، هيطلع لك الخير من أي حتة بإذن الله تعالى، هتلاقي الخير داي لك. هتنصدم، هتنصدم من الفرحة، هتنصدم من الفرحة، عوض من ربنا دايلك. أرى برضو في طريق السفر ده حلو، السفر كويس دايلك، السفر كويس. بس التاني شافك بتفكر تفك السحر اللي عندك، صح؟ بتفكر تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، ومنكم حاول كذا مرة إنه يفك السحر ده، بس مش عارف، مش عارف يفكه، تعبك كتير السحر، تعبان، شافك تعبان من السحر، بتبكي، هرتبك من الضيقة، من التعب. بس الست دي بتدور على أي شيء، أو بتدور على كل شيء يحرق دمك، عاملة لك السحر ده بالوقف الحال وبالعراقيل كتيرة في حياتك. شايف السحر عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، ومشاكل وتعب وضيق. بس برضه هنا يعني الحظ دايلك، بس الحظ دايلك، الحظ دايلك، مفتاح الفرج دايلك، والسعادة ديالك، لأنك اتظلمت كتير وصبرت، صبرت، صبرت. بس أنت أنا شايفك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، بتتحسبن، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل لي السحر. بس في حد عندك في البيت، حد يعني كبير في السن بيحبك ده، وبيحاول يعني يدلك على الصح، بيدلك على الطريق الصح، وبيدلك على الرزق، بيحبك قوي. عايزك تكون كويس، عايزك تعلي، عايز شأنك تعلي، بيحبك، عمال يدعي لك دايما، عمال يدعي لك الشخص الكبير. بس انت مشتغل اطفال، لان عندك يعني ارى كمية في طاقة اشتياق، لا اشتياق لحبيب، لا اطفال، لا اهل، عندك طاقة اشتياق. بس خلي بالك، اللي بالك من الناس اللي هي مبينة ان بتحبك، الناس دي مبينة، في ناس مبينة لك ان هي بتحبك، لان انا شايف حزين، انت حزين ودمعتك على خدك، اتظلمت، شايفك برضو انظلمت، او حد انتقم منك، او حد اذاك،
لان انا شايفك عمال تقول حسبي الله ونعم الوكيل، عمال تتحسبن في حد ظلمك او كسرك، بس الحاجه اللي انت مستنيها هتتم 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 باذن الله. عندك انطلاقه حلوه، هو ماشي عندك حاجات كثيره مدمره معاك، لكن عندك انطلاقه حلوه، في ارتباط منكم برضو، ارتباط قريب، عندك فرحه، فرحة بيتك، الفرحه دي هتكون فيها سعيد ليك او لاختك او لحد قريبك، لانه في ارض بيتك في طاقه حمل، طاقه حمل، طاقه اطفال، ان شاء الله يكون في بشره حمل باذن الله تعالى. حد هتفرح قلبك، حد هتفرح قلبك، ربنا يكتب لك السعاده وراحه البال، لانك انت طيب صادق، لانك انت ظلمت كتير، ده عليك كتير، اتهنت واتظلمت من اكتر الناس المقربين. حد عزيز على قلبك متوفي، عندك حد عزيز على قلبك متوفي، ربنا هينصرك، ربنا هيغير لك الافضل ليك، الافضل ليك هيكون ليك، وهتفتح الابواب الرزق اللي انت بتحاول تفتحها، بتجاهد علشان تجيب القرش بالحلال او الجناب الحلال. ربنا ينتقم لك من اللي سحرك او الاذاك، وربنا هيكشف لك كل حقيقة الناس اللي عاملة نفسها بتحبك، اللي عاملة نفسها معاك، اللي بحاولة الناس دي بتحاول تقرب منك عشان تمص من دمك، تاخذ طاقتك الإيجابية وتاخذ رزقك. هم يعني بيستغلوا طيبتك، بيستغلوا طيبة قلبك، بيستغلوا يعني حبك للآخرين، يعني رغم دول بيحاولوا يأذوك، بس عندك مشروع ناجح، عندك مشروع ناجح، أنت بتدخل في مشروع أو مشارك حد في مشروع، لان انا شايف عندك طريق فيها مشروع ناجح، المشروع ده راح ينده معاك، بس حد انا قلت لك في حد هيقف معاك، حد هيقف معاك، حد هيقف معاك وهيدعمك، لان انا ارى في حد واقف معاك بيساعدك وهيدعمك، ان شاء الله في نجاح. بس خد راحتك واخرج من الطاقه السلبيه، لان راكب بتفكر كتير، مش مرتاح حتى في النوم، يعني مش مرتاح. بس قدامك 3 خطوات هتخطيهم، ومن اول خطوه هتبدا تحسن حالتك النفسيه، حالتك النفسيه، وهتطلع من الاكتئاب، وهتطلع عندك عشان عندك اكتئاب هتطلع منه، والحزن اللي عندك والخذلان ده كله من اول خطوه باذن الله. بس في ناس هتظهر على حقيقتها قدامك وهتطلعها برا حياتك، الناس دي الناس دي هتطلع برا حياتك، هتطلعها برا حياتك. ماشي الوضع اللي عندك، الخنقة، الضيق، التعب، العمود الفقري، التفكير، الوسواس اللي عندك، كله هاي من السحر، ان شاء الله راح تخلص منه باذن الله تعالى. والرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا واتس، يتواصل معنا ان شاء الله نكون في حسن ظنه. للعلادات الرقم امامكم باذن الله تعالى، واحبابي في الله، اتمنى من اخواتي في الله فضلا وليس امرا، يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكما تعود انزلوا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة